ما نلاقيش مي، ما نلاقيش كهرباء والغلاء. لم تكن حرارة الصيف وانقطاع التيار الكهربائي وحدهما ما أثقل كاهل هؤلاء، جملة أخرى من الأزمات المتوالية فاقمت من معاناتهم. انقطاع المياه هنا في مديرية كريتر في العاصمة المؤقتة عدن هو الآخر يتصدر هذه المشاكل ويدفع بالمواطنين إلى الشوارع للبحث والحصول على المياه. معاشك كان ما فيش مي، أقالهم المي الآن ليش؟ مسائل نحن خذ الحشيش نعاني، نحن معانا جرحى بالحافة هذه، معانا شهداء، وأنا قريح مكسر يعني تابعت كل مقصقص مكسر، يقولوا لنا هذا الكلام يعني مي ما فيش، نستقيل من أحد. رحلة البحث عن المياه مستمرة منذ فترة ليست بقصيرة، فهي تجري على مرأى ومسمع من السلطات الحكومية والمكاتب الخدمية، وهذه المشاريع التي لم تكتمل ما هي إلا دليل كاف عن مدى حقيقة تدهور الخدمات واستمرار تجاهل الجهات المعنية، وهو ما يدفع بالكثير إلى التساؤل حول الدور الذي قامت به هذه الجهات المعنية للتخفيف من معاناتهم. الناس تعاني والله، الناس مثلا تجلس تنتظر للفجر عشان يعبي ماء، يعني لا يقدر عاد يشتغل، لا يقدر الحريم ينتظره ولا هذا. نحن نشين ننهي هذه المأساة، هي مأساة طبعا، ونحن كمؤسسة طالبين التمويل من الحكومة ومن المنظمات. الناظر لهم لوحلة يظن أنهم يلعبون، ولكنه سرعان ما يدرك أن هؤلاء الأطفال بشفاه تبتسم يعملون. فهذا سامر طفل في الرابعة عشر ربيعا سلبه هم جمع بعض لترات من الماء ممارسة حياة الطفولة الطبيعية وكل مطلبه من الجهات المعنية. أنا أطلب من الحكومة مي. ليس فقط الوقوف في وجه تفاقم هذه الأزمات ما يطالب به أبناء كريتر الجهات المسؤولة، فمطالبهم أيضا تذهب إلى إيجاد حل مستعجل ودائم ينهي أزمة انقطاع المياه ويعالج هذه الظاهرة التي أصبحت تؤرق المواطنين بشكل يومي. الحرب الأخيرة التي فرضت على هذه المدينة امتدت ظلالها في تفاصيل الحياة اليومية لأبناء هذه المدينة، والحصة الأكبر لربما كانت من نصيب أبناء مديرية كريتر. حنين جمال، بلقيس، عدن.